صباح الخير وهو يومي نسان كونيتشيوا، معكم عبد القادر من اليابان. واذا شفتوا وش كاين ورايا هذه الروده اللي هنايا، اعرف بلي راكم في اليابان خاوتي. وش لاحظت انا هنايا صراحه، الكاش ما يخدموش به بزاف، يخدموا به غير المحلات الصغار. والكارت فيزا ماهيش مهمه بزاف، كارت فيزا لانها عندها بديل، كاين اي سي كارت ولا شي يسموها، دوك نوريها لكم. سما ذاك الكاش اللي عندك تروح تحطه في اله صرف ويتشحن لك نقاط في ذيك لاكارت، شلون مال فيرتيال في ذيك لاكارت. نعود لموضوع الاي سي كارد اللي كنت تشوفوا فيها. هذه الاي سي كارد اسمها ايكوكا. هذه الاي سي كارد موجوده في اوساكا، في طوكيو تسيبوها يسموها سويكا ولا باسومون، اسم كل منطقه كيف يسموها. صراحه انا هذه ما شريتهاش، عطاها لي واحد جزائري هنايا، هنايا ساكن في اليابان، تلاقيت به البارح وقعد يشرح لي الامور وكلش، وما شافني باغي نشريها عطاها لي. اللي عجبتني الجزائريين في الغربه حقيقة الرجال يعاونوا بعضهم تاع الصح، وهاي لا بروف على هذا. ها ديجا ما تفهمت معاه، مو قدامي ما ولا ما يحبش التصوير هو، وهذا دليل. يعطيك الصحه اخويا. دوكا كاين واحد يسموها توفيق الساسي قال لي دراجات، اذا ما كانت عندنا دراجه شحال تكلفنا الدراجات. للصدفه راني قدام محل تاع البايسيكلز، دوك ندخلو نضربو طله نتشوا. كيفاش تعرفوا الثمن؟ دائما على الاقل نحو زوج صفار يبقى لكم اللي من هنايا، تسمى 529 تقدر تقولوا 500 دولار. خويا الساسي الدراجه الرخيصه اللي باغي تشريها هذه هي. كما قلت لكم اي حديده في اليابان غاليه، كما شفت الدراجات تاع الصغار 200 دولار يبدا الثمن تاعها، تاع الكبار المتوسطين حتى 500 دولار. دراجه السباق لي فيلو دو كورس وكلش هذيك الثمن تاعها يوصل حتى 700-800 دولار. نتجه الآن إلى أول حلاق نصيبه بالجوار، لأنه باعتبار غدوة سيكون أول دخول مدرسي، وكما يقال يقول لك النظرة ماشي النظرة الأولى، أنا إيش في دراما. The first impression، اسم الانطباع الأول هو اللي يحدد طريقة معاملة الناس لي، سواء في الخدمة سواء ما بليش في الحالة الاجتماعية. الانطباع الاول هو اللي يخلي الناس تخمم فيك بنفس الشيء. لكن المحلات ما فيهم حتى رمز تحلق، مش كيما عندنا في الاحياء العربيه وكلش. مثلا طبيب اسنان تسيب دايرت لنا ضرسه، هنايا والو غير كذبه. دخلت للحفاف وصدقت مرات حفاف للرجال ونسى مع بعض، بصحوا قالت لي لازم لك موعد، لازم تعيط في التليفون ودير موعد باش تحجز. دوك نروح نشوفوا اذا كاين حلاقين بلا موعد. بعد مده وجدت هذا الحلاق، اعطاني موعد على الخامسه والربع، وكما تشاهدوا في الموعد بالضبط. راني مشتي بعد 45 دقيقة من الحلاقة حتى بطارية الجوبرو نفذت،
غيب العقلية. النتيجة النهائية كانت كالتالي، خصوصا في اللحية. شحال ننزل؟ قلت له غير هكا نزل ذيك الدرجة مع الآخر. وش قال لي؟ قال لي اليابانيين اللحية يعملوها هكا. قال لي موالف يخدم اليابانيين اللحية بهذه الطريقة. الحق أنا ما عجبتنيش، ما التالي بدأت تعجبني. أوكي مقبولة. مش عارف شكون لي من المعلقين هضر لي على اللحية، هاك جبتها لي في اللحية ديركت. خويا استغفر الله. بقات 10 دقائق على الأذان، وبالتأكيد لازم نحضر الطعام. وإذا حضرت الطعام ما كاش كيف ما ندعوش المتابعين تاعي مرحبا بكم في مطبخ أبو وليد، مع بعض نتعرفوا على طعام اليوم. تبعونا. مرحبا بكم في مطبخ أبو وليد. كي نكون هكا متأخر على وعد وقت الإفطار، كاين واحد الربا خفيف راح نتعرفوا عليه مع بعض. كاين الكروم، حقا مازال ما شريتش موس وما عطاونيش موس. هذه الطبخة من اختراعي انايا. شربوا معاهم عشب البحر. زيت الصويا يعني نخدم بها شغل في بلاصه الخل. شهي تعجب رب العائله. شويه ملح. حبه فرماج. تعجب ربي العائلة، بنينة خفيفة ومقرمشة. ديريها اختي وما راحش رايحة تندمي. ورخيصة في نفس الوقت. خوتي صحتكم صحتكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب هذا الساندويتش. في حلقة جديدة من مطبخ وليد نلقاكم، وإلى اللقاء يا أحبتي الكرام.